ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل إن في دراسة أمريكية بتقول إن 57% من الموظفين بيسيبوا أشغالهم بسبب المديرين، وكمان لسه في يعني حوالي 32% برضو من الموظفين بيفكروا إن هم برضو يسيبوا أشغالهم، لسه بيفكروا إن هم يسيبوا أشغالهم بسبب مديرينهم. هل الموضوع ده يا ترى صح ولا غلط؟ انا ما اعرفش، بس يعني 57 و32 مجموعهم كام؟ لا هو دي، لا دي حق، لا هي مش ده، ماشي ماشي، مش ده، بس يعني ما هو ناس بتفكر، بس دي لوحدها ودي لوحدها. ايوه ماشي، ما هو ناس بتفكر يعني وناس ثابت قليله جدا اللي فاضلين، اللي مستحملين، اللي مديرينهم حلوين. بالظبط، الحمد لله يا رب. او لا مش شرط على فكره، مش شرط يكونوا مديرينهم حلوين، ممكن هم يكونوا مستحملين لاسباب ثانيه، المرتب مثلا. ما اعرفش والله، دي تفاصيل يعني، مش عارف بجد والله ما اعرفش. بس ايه انتم مستنيين ايه؟ يعني بتكلم في الدراسه 57% رقم كبير جدا بصراحه، رقم كبير يعني جدا. سابوا شغلهم عشان مديرهم، طبعا عندهم حق، علشان يعني لو كان مدير لو كان مدير ديكتاتور ومش سايب اي نفس لموظفينه طبعا. واحنا اتكلمنا كذا مره وبنحاول نركز هنا في انبوكس ان احنا نتكلم عن الموضوع ده، وقد ايه الشغل الواحد لازم يعمله بحب ولازم يبدع فيه ويتقدم ويعمل خطوات جديه. فانت لو عندك مدير طول الوقت كابس على نفسك وطول الوقت في مديرين كمان بينفسنوا من موظفينهم، يعني بيبقى موظف في يعني فاهم، حاسس ان هو ممكن ينفسه في يوم من الايام، فيبقى بقى القمع بقى تتقال القمع يا استاذ ميجو ولا ما تتقالش؟ تتقال. ايه رايك؟ فبجد والله فبيمارس عليه بقى ال، بس دايما بيقول لك ايه؟ بيقول لك دايما، فطبيعي ان هو دايما بيقول لك ان الشغل ما فيهوش لا مشاعر ولا احاسيس. لا بس لازم الشغل يكون عقلاني. في جزء فيه، يمكن احنا قبل كده كنا اتكلمنا عن لو بتختلف عن الوظائف كلها مديرك انسان آلي او روبوت، يعني كنا اتكلمنا عن الموضوع ده. ففي الحاله دي انت بتتعامل مع حد بدون اي مشاعر. بالظبط، في حاجات بتطرق على الانسان. الله يا استاذ ميجو. بتطرق عليه، ممكن في الحاله دي يحتاج ان هو يتكلم لا مع انسان عنده مشاعر ويقدر ان هو كمان يتفهم الحاله اللي هو فيها. الدراسه ما قالتش انه ده السبب الرئيسي انه الناس بتسيب شغلها، ولكن هو من ضمن اكبر الاسباب اللي ممكن الناس تسيب شغلها هو المدير. وركزت كمان عن اسلوب المدير، انه اوقات في مديرين بيكون طريقتهم مش لطيفه، او بيقولوا كلام عايز يوصل مسج معينه فبيقولها بطريقه سخيفه شويه، او طريقه فيها نوع من انواع الامر، او ان انا احسن منك او ان انا اعلى منك. ففي الحاله دي طبيعي ان انا مش هستحملك اصلا.